أذكر أم وأنا صغير، أذكر أم وأنا صغير دوم تحثنا على الخدمة، وأول ما لطمت عليك قالت لي صرت زلمة. الخدمة نعمة النعمات، بالك تنشف النعمة، والخادم بعد شي يريد أبو صالح يعرف اسمه. ضايعين وداحتك يا ابن الزكية ضايعين، ناس راحت ناس ردت ما لقيت غير الحسين. سلام الله عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله. ماجورين إن شاء الله أنتم وسيد المشاهد، عظم الله لكم الأجر باستشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس وعلى أصحابه ورحمة الله وبركاته. حلقتنا لهذا اليوم بصراحة حلقة ثرية جدا، لكون شاعر ورادود من شعراء ورواديد الحسين عليه السلام، من مبدعين هذا الجيل، عسى الله يوفقهم، وإن شاء الله يا ربي نقدر نقدم حلقة تليق بمسامعكم. نرحب أجمل الترحيب أخونا الغالي أبو حسين على عويز، حياك الله. قلبي الله يعزك وبيك ماجور إن شاء الله. على راسي طبعا. أنا جدا أشكر قناة الأيام وأشكر شخصك الكريم على هاي الدعوة. الله يعزك، عظم الله أجوركم وأجورنا، ونعزي العالم الإسلامي ومولاي صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف لاستشهاد الحسين وآل بيته وأصحابه الميامين. الله يسلمك إن شاء الله. الملا العزيز ملا سلام الصالح، حياك الله وعظم الله لك الأجر. الله يحييك أبو الأكبر، وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله عليك سيدي ومولاي. الله يحفظكم إن شاء الله. مشكورين على الدعوة. ممنون. الله ممنون. يحفظك أبو حسون، شنو أخبارك؟ والله الحمد لله بخير، عافيتك، عايشين ببركة سيد الشهداء. سلام الله عليك سيدي ومولاي. أكو سؤال بصراحة ببالي. أي أبو حسون، وأعتقد يعني من حقي أسألك هذا السؤال. إيه على راس. أكو فرق بين الشاعر الحسيني والشاعر اللي يكتب القصيدة الحسينية؟ إيه. أكو فرق؟ إيه أكو فرق. الشاعر اللي يكتب القصيدة الحسينية تلقاه بموسم واحد، مثلاً جد نشوف إخواننا الشعراء على راسي طبعاً، مثلاً ما يلتزم بالقصيدة الحسينية البحتة بحد ذاتها. لا لا لا، أنا ما أسولف عن نوع ما أسولف على هذا الموضوع، لا أنا أسولف بالشخص نفسه. الشخص نفسه؟ أي يعني قصدي أنه الشاعر الحسيني لازم يلتزم بصفات معينة غير الباقي. هي من هسه من تسميتك إلها، أكو شاعر حسيني أي خلاص بحت لأنه يكتب القصيدة الحسينية، لو لأنه عنده تصرفات معينة؟ لا أكيد، هي القصيدة الحسينية تجر إلى تصرفات حسينية. زين، المقياس وين؟ المقياس للتصرفات ولا القصيدة؟ المقياس للالتزام بالطف، يعني بالتصرف. بالتصرف. ها يعني مو ضروري الشاعر يكتب القصيدة. أكو شاعر حسيني ما حد يعرفه يجوز يكتب الـ 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 يعني قصيدة تنقرأ بالمحلة مالته، بس هو حسيني الأخلاق للنخاع. ها أنا يعني أنت أنا 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 مع هذا الفكر، اللي مع الأخلاق مع التصرف. نعم الحسين. يعني مو قصدي مع القصيدة. لا لا لا، مو مع القصيدة، القصيدة هو لو دخل بهذا المضمار الحسيني لازم ياخذ من الحسين شيء. طبعاً. طبعاً. هنا تصير ينقال عليه الشاعر الحسيني. جيد. إذا ما أخذ من الحسين شيء فهو يكتب القصيدة الحسينية. موفقين إن شاء الله. سولف لي. للأمانة أنت رجل مبدع. حبيبي حسين. وأنا. ولا زود عليك. يعني. فخور بهذه الحلقة. أنت العزو الفخر. الله يسلمك. حسين. تعاملت ويا رواديد. الحمد لله. كثير من أهم الرواديد اللي كتبت لهم. والله رواديد الحسين كلهم مهمين. يعني أنا دائما أقول القصيدة. قصيدة لامستك. والله كل قصائد تلامسني. هيك ما راح أخذ منك لا رقم ولا أحزاب. هيك ما راح أخذ منك لا رقم ولا أحزاب. لا كل قصائد تلامسني. أنا جاي أسولف بالنسبة لفنية. أنا أكتبها. يعني إحنا جاي نسولف فنياً. 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 قصدك يعني أكو قصائد مثلاً. تحسها قريبة عليك. مثلاً وأنت صاعد بسيارة ممكن نشغلها. والله ما مسويها مشغل قصيدة أنا. صدق والله؟ والله العظيم، بس إنها قصايد يعني كلها عزيزات. للأمانة أنا علي. قبل سنتين عزيزات علي لأن مكتوبات على عزيز. طبعاً. مو يعني عندي قصايد ثانية مرات قوة يلا تذكرين.
بس لا قصائد الحسينيه لان المكتوبات على عزيز معزتهن جايه من العزيز من سيد الشهداء. لا لا انا قصدي انه شايف هاي القصيده اللي يحبونها مثلا الناس. انا عد بيتين يجوز ولا رادود قارين بس احب دائما اردد بيه نقول نسبح حار الطف يحب الحار وبد ما ينشو البارد وطبع يا اهل العشق بحسين ابد ما يلحق الشارد الله لانه ما قارين اي رادود بس انا دائما اردد بيه ناخذ قصيدة حبيبه بحسين. القصيدة للحسين عليه السلام خاطب بها الماي اللي الحسين يقول ما هي إلا ساعة أنا أخاطب الماي بهاي الساعة حصرا اللي صار انحرمت منه خيام الحسين وعيال الحسين. يا حسين منشوف الماي أقل الله يعثرك ليش وشيل يدي ونزلها وقل احتار اطقك بيش الله عمت عينك ولو انت بلا عيون لانك ما شفت طفله ابو الاكبر معصبها اش مالك ما صحت على قطع تركياتها من بعيد خايب بيش تطلبها رحت قصيت شف عباس لأن تدري البلا عباس ياه القام يضرب حسين من العطش ينخاك وعرفنك تقل لحسين حيل وياك لونك يشبه نية ابن زياد ما يصفى أفوخ قلبي بيك شلون أشعل نار وأحطها بصدرك وتطفى وأخطنه وطشرنك وجراكو وشيت بيك يلشاو قلب عباس بيش اشمي الله تيبس ريج عبد الله شحكه هو تنشف ريج عبد الله شحكه هو سباكم طلع لبسيف راد الماي بالقوة استحمن الرباب شبيك خايب عده بس هو كون تروح للذبحة وتنشدهم برفعة راسه محتارين رمح يرهم لما عدهم يا ماي عاقبتك تظل ممدود عاقبتك تظل ممدود بس للدوس وشوف حسين هذاك حسين بابا مزلب من الدوس وتعرف ايش قال لك عباس ذاكرتي مايك والبرجل اختي وسلامتك بعد الله الله عليك أبو الأكبر الله الله يعزك الله عليك مهم حبيبي حسين أنت الأهم يا بعد قلبي مهم والله فدوة حبيبي أبو حسين على راسي ملة بعد قلبي ملة شلون هالمجالس خير مجالس الحسين بلشت بالتحضيرات إن شاء الله منو اللي لحن لحضرتك أسأل بعض القصائد أنا ألحنها وبعض لا عندنا شبابنا جروب شباب مسوين عندنا هم يلحنون القصائد إنه يعني. جروب حسيني إيه نعم جروب حسيني جيد نعم او وصلت يعني الالحان مالاتكم يعني حصلت اعجاب من الاخرين اي نعم طبعا جيد اي والله جيد ملا اريد نبتدي على ذوقك صار تدل انا بصراحه ما اريد اخذ يعني بالحوار ما اريد اطيل وياكم لانه انتم اثنيناتكم واثنيناتكم ان شاء الله اعلام نريد نستلهم من عندكم كل جواب الله يستر رحم الله والدك الله حبيبي زينب سلام الله عليها اي السلام عند رجوعها إلى المدينة تلتقي بأم البنين تلاقيها أم البنين قلها زينب شو متغيرة شن اللي غيرك النوق الشوق للحسين شن اللي غيرك تقول يا يما مو شوق ولا سالفة نوق يا يما مو شوق ولا سالفة نوق الغيرني يمي طبتنا للسوق بسوق الفشل خلوني يا يما مو شوق
سالفة نوك الكبرني أمه طبتنا للسوق بسوق الفشل خلوني شن كعبة ويطوفوني طبتنا للسوق طبتنا للسوق يما العشاير من نجت كل من أخذ نسوان الله أكبر يما العشاير من نجت كل من أخذ نسوان ولا طايفة بهم حجت زينب تروح ويانا الله يما العشاير من نجت كل من أخذ نسوان ولا طايفة بهم حجت زينب تروح ويانا شي سولي بهذا الوضيع وقدام روس اخوانا سولفت ويا روحي وقليت عباس كون هنانا عباس كون هنانا يا يوم حيرة كلش كبيرة تفزحها وتشوف ميت العشيرة أمنيتي يشوفوني جن كعبة ويطوفوني طبتنا للسوق ما شاء الله واثق التميمي ما شاء الله انت واثق التميمي الف تحيه لكم الله يحفظكم ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شو الصوت الجميل الله يحفظك شو الاحساس الشكر لله والحسين الله يحفظك لوالديك سولف لي عن يعني اشياء شخصيه بعلي عويز ببيتهم بموضوع الخدمة الحسينية أنا عندي هيك على قولت أهلنا طراطيش سوالف والله أنا وعيت على أم يعني راح أعطيك هاي وأنت تصور بعد طبعا إحنا عندنا مجلس من أمي الله يرحمها الأمها الأم أمها للرابعة الجدة الرابعة جيد نسائي إي يعني أنا نسائي يعني أنا وعيت على أم مني تريد الصبح الطب السلم على الصور مال الإمام الحسين والعباس تلبس عباية يلا طب السلم عليهم صباح الخير يا الحسين صباح الخير يا أبو فاضل تسلم وهي لابس عباية هذا الجو اللي وعيت به سيد الوالد سيد الوالد أكيد خادم الحسين وأنا دائما أقول عنه أبوي أبوي بلمة الديوان هيبة ودلته قباله ها بس نعم. شفت على زاد حسين يبقى متان الفضالة أوالي على عقالة ليمد الإيد يقطع إيده لو خالة ومن يسمع سبي وبيشام يبكي ويشمر عقالة الله سلامك الله حبيبي الله يعزك الله يسلمك اليوم الهيئات والمواكب الحسينية نعم. صارت أشياء جدا منظمة اي صح تنظيم صح عالي تنظيم جدا عالي فعلا وهذا يعني شكرا للخدمه تضيف للقضيه هواي هواي يعني صح تشوف الصوره مشرقه جدا ايه مشرقه صح من الهيئات والاماكن اللي قريت بيها وحسيت انه التنظيم الشغل رائع جدا اكثر من مكان صح اي فد مكان عالق ببالك قران فوق الرمح مال البصرة نعم سيد المهرجان مال سيد ناجي الله يرحمه نعم الله يرحمه والوفاء الرمز الوفاء تنظيم عالي جيد مهرجان الشطرة يوم 5 محرم نعم تنظيم عالي المهرجانات اللي يسويها زيت خلف تحياتنا زيت خلف نعم ألف تحية لك أيضا مهرجان يعني للأسف ما صار بعد كان اسمه تراش تراب بالكوت
يمكن قاربي انت. نعم. ما اتصور يعني ما يعني اهم تنظيمه عالي. اي تنظيمه عالي كان. اي مرجانات كثير حلوه بصراحه. انت كعلي عويز الشاعر مو الخادم للحسين، اوكي؟ انا اسالك كشاعر. واضح. جيد؟ جيد. وين تحب تقرا؟ تقرا يعني بهاي الـ 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 الاشياء اللي خلينا نسميها المواكب اللي على الطريق، ولا تحب تقرا بهيئه اكثر تنظيم؟ لا وين ما وين ما موجود الحسين تلقاني. وين وين ما موجود الحسين، بس اعتقد عند بيتي يقول وين ما القط وين ما القى لطفه فرش وانام. وين ما القى الحسين انا خادمه، ما له علاقه باضاءه، بموكب اظلم، خمسه قاعدين، الف يسمعون. المهم انا عندي شعور داخلي وقناعه بان انا ادي هذا الشيء سيد الشهداء. خلاص. بس برايك مو تحتاج في بعض الاحيان انه شوف البارحه قرات قصيده قدمت بها الحلقه. نعم. بها بيت يقول وقرا لك قصيده تنافس الاشعر. وقرا لك قصيده تنافس الأشعر. الاشعر. اي الاشعر يعني الشاعر الاشعر. الله يرحم والديك. اي في بعض الأحيان أنت الحسين، يعني الحسين يعني مو شخص، الحسين فكرة. تتفق لو ما تتفق؟ هدف، فكرة. نعم. فكرة كبيرة. أي. من الممكن أنه تسوي أي شغلة تقول هاي الشغلة تنتمي للحسين، وممكن تسوي شغلة تقول لا هاي الشغلة ما تنتمي للحسين. تفهمني؟ إذن الحسين فكرة. فأنت مو بعض الأحيان تحتاج توصل هاي الفكرة؟ مثل ما الدين معاملة، الحسين معاملة. الحسين هو الدين. عليك عليك. يعني مرات أنا أقول أكو قصيدة أقول حسين علمني أسلم واعتبر جيران أخوي، الشايب الأعمى من نقودة بأشم ريحة أبوي. أي. واللي يريد يخلي زينب تستراح من سبيها يعامل الناس بسماح. الحسين يعني هو باب الرحمة والعفو. الحسين معاملة. قلت لك فكرة. هو الدين. إيه؟ قلت لك فكرة الحسين. أوسع بعد من الفكرة الحسين. عليك نور. يجوز هسه المفردة اللي تعيننا هي مسألة فكرة. إيه. أوسع بعد. الحسين مثل ما الدين معاملة، إن هو الدين لولا الحسين لما استقام الدين. إذن هو الحسين معاملة. فأقصد أرجع للسؤال إنه أنت تحتاج في بعض الأحيان تقرأ يم ناس يفهمونك أنت شو تقول. القصيدة أبو الأكبر أنا دائماً لو ما تحتاج أقول القصيدة مثل صم الحنطة بيد فلاح. هذا صم الحنطة شلون الفلاح يعني ينثر بالأرض، بي تلقى واحدة أصلاً ما بيها، وبيها واحدة يلقطها الطير، وبيها واحدة تخضر، وبيها واحدة يوصل ما يوصلها الماي أصلاً. فالأبيات القصيدة مثل هاي، مثل هاي الأبيات القصيدة مثل صم الحنطة، انثرها والباقي على الحسين. ولازم القصيدة بها بيت يخاطب الناس البسطاء، وبها بيت الأكاديمي يقول هذا يخاطبني متعوب عليه. اي متعوب عليه. وبها بيت أبو العقائد والمعمم رجل الدين يقول هذا البيت جايبة من هيك رواية، هذا الشاعر يقرأ. بها بيت بحيث توصل كون تخلي قصيدتك تطمح توصل لأروقة المرجعية. جيد. على المستوى العرضي السماوي كون يشمعونها محمد وآل محمد سلام الله عليه عليه السلام. ناخذ فاصل على راحتكم احبتنا مشاهدي قناه الايام، فاصل ونعود اليكم. احبتنا مشاهدي قناه الايام، عدنا وياكم مع الحبيب اخو صبحه الله يحفظه ولا سلام صالحي مالك زود الله يستر عليك. عندك قراءات مجالس بغير محافظات؟ لا حاليا السنه. أي؟ لا فقط البصره. لا انت قارب غير محافظات. نعم قارب. وشلون كان حضورك؟ خير من الله نعمه. جيد جيد جيد. يعني بصراحه اليوم الرواديد كلش هواي، مو شلون تقدر تتميز بين هاي يعني هذا الكم الهائل؟ كل من ولونه، بعد اللون مالك يميزك، التعب مالك يميزك، اختيارك للقصائد هو اللي يميزك. يعني أضاف إلى التوفيق من الله للبيت. أتمنيت قصيدة أنت كاتبها؟ العفو أنت تقرأها؟ قصيدة يعني مو إلي؟ مو لك؟ هو أي قصائد تتمناها يعني، بس ما أقدر يعني أقول لك يا قصيدة من عتها. ها ما تقول يعني ماكو واحدة ببالك؟ لا لا
هواياك القصايد يعني، بس ما اقدر اختار اقول لفلان شخص يعني، لان كل الحلوات تحت من اغران يعني. شكو شيء ينقر للحسين ويتوفق به الخادم، نتمنى احنا توفقنا به يعني. يا الله عسى الله يوفقك. الله يحفظك. الله يوفقك. خلينا نسمع من له. كل النساء ودعن الامام الحسين سلام الله عليه ليله العاشر او يوم العاشر، الا الرباب يقولون ارباب المقاتل انه هي استحت تودع الامام الحسين سلام الله عليه. شاعر حسين الخيقان من اهل سوق الشيوخ كفو والنعم يقول: عاشقت بس ما تقدري تصيح وتسلم على الحنين، ودت سكينة تصيح عباس اللي يصيح لها الحسين. الله. عاشقت بس ما تقدري تصيح وتسلم على الحنين، ودت سكينة تصيح عباس اللي يصيح لها الحسين. يا ابو فاضل قل مستحيا تجيك، قل لربابي تريدك تسلم عليك. آي الرباب متروس لو عات وألم، تباوع لمين شق الخيام، ما بيها دم ما بيها دم مستحي مين. الله الله. طيح الرباب وتنتجي، هو العشيق ما بيحكي، والدمع تشي الماتي البكي والسكتة صافنة. عايف ربابك تحترق يا ابو عبد الله العشيق، ما بي موادع من صديق شو بس عشيق. الله. اجوى عدى بنص الخيام، لفيت عبد الله بعلم، يا حسين بالك الله السهام ما يلفي بين. الله الله. هاي بزرة عشق ساحق هالسهل، تنسقي بماي وتخضي رموبدا. نعم. هاي الرباب. الله الله. هاي الرباب. الله الله. الله يحفظك. الله الله. الله يخليك. ابو حسون حبيبي الغالي، انت تفرب سبحته مترهي. اسمع متونس على المله. الله يحفظك. الله يسترك حبيبي. متونس على المله وبشوفتك والاخوان خلف الكواليس. ابو حسون من اهم الاماكن اللي قريت بيها وين كانت؟ او شلون تقيس اهميه المكان؟ من الشعراء الموجودين، من عدد الجمهور، من حضورك بالمهرجان؟ روحي. الروح. ايه روحي وين ما تستلذ بالمكان، هو هذا اللي يحدد هو هذا افضل مكان. ها والله اكثر مكان استلذيت فيه قريت بابو فاضل العباس عليه السلام. ايه. بالصحن. ايه لا جوا يعني مجلس سوا سيد احمد الصافي. نعم. الله يحفظه. ايه قريت يعني داخل الامام، كان له طعم خاص والله. قرينا الله. انا واخوي علاء العيساوي تحياتنا. نعم ابو طيبه. لابو طيبه اي كنا اثنين نقرينا به، يعني هم مجموعه مشايخ والسيد موجود، بس كان له طعم خاص. الله. بعد ابو فاضلي وايام اربعينيه وكذا ما انسى. انا من اللي هدن من النعايات. ايه دخيل مولات زينب قالوا لها يا اخي انا للامانه خلنا نسولف. أنا يعني هي وجهات نظر، أنا أحب يعني القصيدة تبين هذا الشموخ اللي هو شموخ. السيدة زينب ما تحتاج قصيدة تبين شموخها، بس ما ما تكسرها بالقصيدة يعني. هاي بحث آخر. أي يعني قالوا لها برود أعصاب صار جايتك أسولف وأنا خت مقتول. لا والله والله
قالوا لها برود اعصاب وسولف وانا اخت مكتول برود اعصاب اسولف برود اعصاب اسولف وانا اخت مكتول طاحت خيمته وما طاحت الحشمه اهل القاع شالوا علمتون الصوت وانا اهل السما يقلول بالخدمه الله انا اخت ما قطعته وراسه من الخوف وتمنيته وريده يصير يم جدمه تدافعت وقبال اشياه مبيوقات اي بالله الكريم وتراها انت ورهن على الفنك تلجمه تدافعت وقبال اشياه مبيوقات وتراها انت ورهن على الفنك تلجمه لا حسبالك انا اقضيها اخوي احاه 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 واشتم بالثياب والطم بهدمه انا من اللي يهدن مو النعايات كفو وعلم ابني انا من اللي يهدن مو النعايات وعلم ابن الذبح خالك فلان اسمه على التربانة تركه بس اجيب السيف اكو بنادم وراه من يكبر يلزمه ذاكي يا وفنك تقص راسه تروح لا هذا قلم فنك تخط اسمه هو الاخت زينب شن من الله يريد ساكت يحكي نايم ميت تفهمه ومن قالوا لزلمك خلصت يا حسين قال العده زينب شله بالزلم ما سدينا رقبه بوجه ابشط سيف طلعنا من المناحر مشي ورحنا له قطعونا وصل بس باكر تشوفون من تصير القيامه انطرها خياله ضحكت لما شفت شيال راس حسين تذكرت امس من شوفه ما شاله ما درنا الأرواح قبال ملك الموت حكت لما شفت شيال راس حسين تذكرت أمس من شوفه ما شاله شر البلية وما يضحك حكت لما شفت شيال راس حسين تذكرت أمس من شوفه ما شاله ما درنا الأرواح قبال ملك الموت الله بالخير ملك الموت صحنا له استريح وأخذ جاسم ما ترز علان بس انحش عرجها توصل دلاله تخير هذا الأكبر ذاك عمر أسبوع هذا الدرع يسحل قوة كفالة اترك بس عليلي وتأخذ مني طيب وهم اخذه إذا قال العرش لال أخذه بس اترك علي. بس عليلي وتأخذ مني طيب وهم اخذه خادمك الله يعلم يا خبود أصفق له بعد عمره بعسين اترك بس عليلي وتأخذ مني طيب وهم اخذه إذا قال العرش لال محرم لو اذن من طين للعباس شادق وتد بخيام مهلا اترك بس عليلي وتاخذه منيطي وهم اخذه اذا قال العرش لال ما عندنا مشكله ومحرم لو اذن من طين بعد اترك بس عليلي وتاخذه منيطي وهم اخذه اذا قال العرش لال محرم لو اذن من طين للعباس شا دق وتد بخيام نهلال شا حط له سرج فوق الهلال وصاح ياهو العركوب يعلم اطفاله ابو فاضل نعم فوق المهر محلاه بس فوق الرمح شو طلعت احلال قطعه ويمنته وما شالها من القاع سحقها ومعط منها السيف بشماله ورجع جايب نهر والجربه قطعه ويمنته وما شالها من القاع سحقها ومعط منها السيف بشماله ورجع جايب نهر والجربه زايد خير وطاحن ورجع جايب نهر والجربه زايد خير وطاحن وانشفن وظلت وشاله ولو شاله فشل توصل الريج حسين شي ودي وسهم بعين وداله وسلامتكم الله الله قاعد قلب الله عليك ملك حبيب ابو الاكبر الله يحفظك نزار قباني يقول صمت في حرم الجمال جمال ولك اجمل منك ابو الاكبر حبيبي الله يعزك موفق ان شاء الله الله يعزك موفق حبيبي الله يوفقك ملاتي شلون ان النعي وهذا الحس الجنوبي الحزين الشجن كل الحسين حزين كل الحسين حزين هذا ما لهنه اي تردون مرات هنه اي والله
نقرا ابو ذيه وان شاء الله نحول على مالاته. خا 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 يردني الوعدني الهلي باكر الوعدني الهلي باكر يردني الوعدني الهلي باكر يردني اشوما مش خبر من يردني يا خا 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 يردني ترى بس انت البقيت لي الله الله ترى بس انت البقيت لي يردني واستر بيك وجه من المي الشمس متغير واخد قل اخويا قدام عيناي يا طقني النذل قدام عيناي اخو قلت وانا طقون على عين وقلت وانا وصارت عين زينب مثل عين امها ولا عظم الله اجوركم ان شاء الله ماجور موفق ملي موفق موفق الله يوفق ناخذ فاصل انا بعد ما اقدر والله الله يحفظك رحم الله والد مشاهدينا الاكارم فاصل ونعود اليكم احبتنا مشاهدين قناة الأيام عدنا وياكم بالبارت الأخير من حلقة هذا اليوم الغالي أبو حسون حبيبي أنت الأغلى أبو الأكبر شلون تحضيراتك المحرمة هاي السنة؟ والله سنتي كلها محرمة أنا ها وعلي ماكو يعني من الفاطمية يعني من ماكو توقف رمضان أيام أمير المؤمنين بس أكو يعني طبعا لكيتر خاصة ولذته الحمد لله نسوي العلينا والباقي على الله كله على الله كله على الله شلونها دعواتك بالمهرجانات والله لا خير من الله ها والله الحمد لله جيد موفق يعني الحمد. اليوم اللي اشوفه ياثر على خاف المنبر وهاي كذا يعني احاول حتى صار جيت اكتب بالطريق والله يعني والله يعني لازم انت هذا شاعر المنبر والمنصه راح يكون وقته اضيق من شاعر المنصه المختص او المنبر المختص صح اثنينات اللازم ودوام وكذا يعني ايه بس هو الحسين يسهل الامور الحمد لله وشكرا الحمد لله وشكرا حبيبي اريد نسمع قصيده ناس طماعين والله انا خادم ايضا مولاتي زينب وانت من الساعه قلت انا عاد شموخ مولاتي العقيله زينب عليه السلام تسمع اقطعوا راس الحسين اقطعوا راس الحسين خرجت مولاتي زينب وجدت الشمر جالس على صدر الحسين قالوا له شمر هذه زينب قال وإن قالوا له هذه ابنة علي قال وإن هنا جاء الرد الهاشمي من زينب
إلى الشمر بعبارة أعدك على الزلم فشلة من الحسين، أعدك على النثاية موهب تنقد، عمرك ما قعدت بصدر ديوان على صدر الحسين شلون تقعد؟ أنا أدري الله. أعدك على الزلم فشلة من الحسين، أعدك على النثاية موهب تنقد، عمرك ما قعدت بصدر ديوان على صدر الحسين شلون تقعد؟ عمت عين الوقت وقفني وياك، أظن كبران قايم ما يوجد، وأنا بت الذي لو ياه خطار ومخلص خبز ذرعان يثرد، وعينه وبيتهنب لا يبيبان بوقت بيحاتم من العوز يطرد، ونقش العجدار رسوم رغفان الفقر يندن خاطر موش ينشد، وعينه ودرب لله نشوف بالبيت وعلاقتنا قوية الروح والرد، كل هذا وتقلهم زينب منين شاياه وبيق طق من ود، أنا منين قلت لك كل هذا وتقلهم زينب منين شاياه وبيق طق من ود، أنا منين قلت لك أنت لمنين، ولك شهرين عطوة تروح تنشد، وحسب لبهاتك واحد اثنين عبرنا العشر صابع نرجع نحد، وقت خلى التي اندهها جبريل توقف ويا واحد ناد هالناي، دبر لك قصايب مال بيت بيت واخرط شاربك من تحكي وياي، بهدايا انا اقول لك اذبح حسين لو يرجع عدل، ما اقول بهدايا اقطع اقطع رؤوسهم، هي الزلم هيك ترى ملوحة الثورة تبين بهاي، وخلهم بالشمس تربية القاع، عيب الزلمة عدنا يدور فياي، حفاي اعتنوا لك مو من الخوف، حالات الفزعة من يرحون حفاي، أنا تندمت شي جاي بثنين ولد بس معركتنا احتاجتهم، والله ما متندم على شي غير هذا، أنا تندمت شي جايب اثنين ولد بس معركتنا احتاجت هو، انا اول جفن يتكحل بروس وشويات تجمر بجفوف حناي، شمر شمر صدق من وزعه وغير انت موجود، انا اللي وزعت ما شفتك احذار، الله الله خليتك مرة صرت ازلمه شلون مرة، وهم منها ذن المالها الرأي مو معتبرات، لا المالها الرأي شمر صدق من وزعه وغير انت موجود، انا الوزعت ما شفتك حذاي، خليتك مره صرت زلمه شلون مره، وهم منها دن المال هالراي، خضر لك حلق من طاح عباس سواكم زلم ما يستحي الماي، صعدت انت الاريد يشوفني حسين وجمعت اليتامى وشلت يمناي، موت براحتك هاي الزلم شوف حسبت كم محرم خيرهم جاي، من كان الفحل ينباع بتراب واسمع بالشمر ما جاب شراي، ما اخذنا اسيرا كيف وياك، انا اللي ما اخذتكم اسرى وياي، سيفك والخليفه وانت والجيش كلكم مو بعيني وانتم، والسلام سلامتكم بعد قلبي، والله عشيدك حبيبي ابو الاكبر، والله عشيدك على راسي ويدك بعد قلبي، الله يحفظك موفق حبيبي، الله يوفق الله ان شاء الله يوفق الجميع بحق لا اله الا الله، وان شاء الله مقبولين عند سيد الشهداء وعند صاحب شاياه وبيك طق من ود، شاياه وبيك طق من ود، كل هذا وتقلهم زينب منين شاياه وبيك طق من ود، والله ما اعرف موفق ابو حسن حبيبي، الله يوفق وعظم الله لك الاكبر الجميع ان شاء الله. ملا اللطميه ايضا مدارس؟ اي نعم. كم مدرسة عندنا موجودة اللطم؟ هو مدارس بعد، كل قامة من قامات خدام الحسين الأقدمين هو مدرسة. أبو حسون مو أدري أكو يعني سابقاً كانت يعني مجالس مدارس النجف وكربلاء والكاظمية تقدر تقول، بس هسه يعني بالآونة الأخيرة دخلت يعني الفد هذا اللحن الجنوبي والكذا الحداثة؟ يعني تقدر قامت يعني تطلع قصيدة مثل ما تقول شون يعني يعني قصيدة صارت يعني أكثر من توليفة، فيعني اختلفت الطرح والقصايد واللحن اي صار حتى إذا تتفق صارت ضوابط أخرى يعني حتى إذا تتفق وياي صار مثلا
بالنص الواحد اكثر من وزن شعري. اكو نصوص يعني صار بها بلحنه وقت تمرد، بس يعني تمرد صحي على القصيده الحسينيه، مو يعني فد يعني هدم قدسيتها. لا لا بناء. اي بناء. اي يعني بناء، وهو هذا دليل على التطور. طبعا ايه؟ طبعا، وهو احنا متفقين على انه الشعر ايه؟ كان حينمو. اي لا زال هي تفي بالغرض، ويعني تصب بمصلحه الخدمه الحسينيه والقصيده الحسينيه. هلا بيها. اي جيد. هلا باي فكره. جيد. المولى هم تقرا الثقيل والقعده؟ اي طبعا. جيد. اقرا الثقيل والقعده. اكو مجالس حسينيه لازم بيها قعده. اي طبعا. بصراحه تحس لون رائع جدا. اي نعم. تتفق وياك؟ خاصه يعني بالنجف وبالفرات الاوسط يعني يحبون القعديه. اي نعم. اي. اي. خلنا ناخذ في شيء من 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 ذوقك. احنا وصلنا الى ختام الحلقه ان شاء الله. انا ما محضر قاعد راح اقرا لك شويه يعني. لا اقرا على ذوقك. رحم الله والديك. هندري ها عشرتنا عمور مو يوم، انا يا ادري ها عشرتنا عمور مو يوم، أتاني أتاني وأدر طيفك ما يمر دوم، وكت خلاها عزم شوفت لو واحد يديق بابك أركض وأشبق ثيابك، اللي مضيع لخوب روحه الهوى يشقيك مبين تقل شلونك يدلني، اللي مضيع لخو بروح الهوى يشقيك مبين من تقل شلونك يدلق وعلى الحيطان خويا بغيبتك تخنيك، بغيابك 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 تيهيت ناسي، رحيت والشيبك الراسي، رحت والشيبك الراسي. ما شاء الله. موفق من له. الله يحفظك. الله يحفظك. موفق من له. موفق من له. الله يحفظك يا خيمات. باكر ليش تحترق؟ والله مله مله مله. يا خيمات. باكر ليش تحترقن يا خيمات، عوفا لجد زينب يا خيمات. الله يا خيمات. باكر ليش تحترقن يا خيمات، باكر ليش تحترقن يا خيمات، وانا الوحد وعندي يتيمات، عوفا لجد زينب يا جمرات. باكر باكر ولا يبقى لخو بين الغرب وحيدة، باكر ورايش قدرك اضل المشرع البعيد. الله أكبر. ألزم طفل يعثر طفل صوت التوى على إيده، أحمي برقية من الجمر خوليطك حميدة. الله موفق إن شاء الله. موفق. حبيب أنتم الأمور. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يوفق أبو بنين. الله يوفق خدام الحسين. آخر كلمة، وصية، كلام من حضرتك تقوله للسيد المشاهد. اسألهم الدعاء لخدمة الحسين.
سلام الله عليك سيد أمور. الله يحفظك، سلهم الدعاء أن بالتوفيق بخدمة الحسين وما أرد إيش. حبيب أبو الأكبر، وصية كلام تقوله؟ قبل الوصية أشكركم جميعا، شخصك الكريم والأخوان خلف الكواليس وكل كادر قناة الأيام المحترمين. وصيتي الخدام الحسين بدون استثناء، إذا الله أخذ أمانته عمرك طويل مع الحسين إن شاء الله طويل. بسمل تابوت شيعوني، بسمل تابوت شيعوني، وقبر ما ريد متميز، ولحد يدفع الزوار ودرب لجنازتي حيز، وصيحة ومن بعد يا حسين جبنا لك على العويز وسلامتك. الله يوفقك ان شاء الله، عمرك طويل الله ان شاء الله. الله ماجورين حبيبي، اجرك الله الله يحفظك ان شاء الله. وحلقه ثريه باخلاصكم وابداعكم، بعد عمري عسى الله يوفقكم وجاهد جميع ان شاء الله. الله حبتنا وصلنا وياكم الختام حلقه هذا اليوم. كان معكم في التقديم والاعداد اخوكم علي المنصوري، في امان الله.